شهد الأستاذ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الاحتفال بحصول الإدارة المركزية بالجامعة وكليات الآداب والعلوم والتجارة والزراعة والتمريض والطب والصيدلة على شهادتي الأيزو العالمية 9001 لعام 2015 الخاصة بمنظومة العمل الإداري، وأيضا شهادة الأيزو 21001 لعام 2018 والخاصة بجودة العملية التعليمية والتي أقيمت بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومختلف القيادات الجامعية. هذا وأكد رئيس الجامعة على أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا تضافر وتعاون جهود العاملين بمختلف الإدارات، متمنيا وصول الجامعة إلى مستوى مرموق بين الجامعات المصرية والعربية والدولية بالشكل الذي يليق باسم الجامعة وتاريخها العريق. ومن جانبه أن الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة جميع منسوب الجامعة على حصول الإدارة المركزية والكليات السبع على شهادتي الأيزو العالمية في جودة المنظومة الإدارية وجودة العملية التعليمية. احنا اليوم في صدد الاحتفال بالتكريم، وبنسميه دايما تكريم لان هو اخر مطاف، ما احنا مجهود سنين مضت. النهارده كان في تسليم الشهادات الاصليه للايزو 9001 2015 21001 2018 عباره عن مواصفتين بشهادتين، كل كليه استلمت الشهادتين الخاصين بيهم اللي هم كليات العلوم والطب والصيدله والزراعه والاداب والتجاره والتمريض والسبع كليات، واستلمنا والاداره المركزيه طبعا استلموا الشهادات الاصليه لاحتفالا بما حصلنا، ان احنا حصلنا على الايزو من سنه 2018 9001 2015، ولكن في سنه 22 اخذنا 21001 2018 لاداره المؤسسات التعليميه. فالمصفتين كانت النهارده الاستلام الرسمي للشهادات الاصليه اللي توزعت على الساده العمده باحتفاليه في وجود معالي الوزير الرئيس الجامعه اللي كرم كل الكليات وكرم الساده المراجعين والساده المنسقين ومديرين الادارات وكل من تفاعلوا الساده عمداء الكليات وكل من تفاعلوا معنا في الفتره الماضيه. هو احنا مشروع الايزو بدا في 2018، حصلت عليه الاداره المركزيه من 2018 لليوم لمده 6 سنوات متواصله، لكن اضافه السبع كليات كان بدا من العام الماضي، من العام الماضي وهذا العام، واللي كانت شهاداتهم الاصليه اللي بتتوزع عليهم. لكن طبعا طموح معالي الوزير اكبر بكتير من سبع كليات. هو احنا انت عارف حضرتك ان معنى انك انت بتاخد ايزو انت بتطبق المواصفات العالميه، معناه ان طبق صدع يعني الراك بتاعك او الترتيب بتاعك تصنيف الجامعه بيرتفع فروقيه. وهو طبعا مهتم جدا سعادته بان لازم ان احنا نكون في اعلى مصاف تطبيق المواصفات العالميه، ودايما كانت توجيهاته خلال حتى النهارده اكد عليها بشده ان احنا لازم تنضم باقي الكليات بحيث ان تكون الجامعه بالكامل بتطبق المواصفات الدوليه لخدمه الطالب وخدمه عضو التدريس وخدمه العاملين انفسهم وخدمه المجتمع اللي هو الاهم والاكبر بالنسبه لنا. لان معنى انت بتطبق مواصفات يعني انت بتحقق كل المتطلبات اللي مطلوب على المستوى المحلي الداخلي للجامعه او على المستوى الاقليمي اللي خارج الجامعه باذن الله تعالى. من داخل جامعة سوهاج كنا معكم خالد المشنب، وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.